خياران لا ثالث لهما يراهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ثنايا الأزمة الأوكرانية. هكذا استهل الكاتب عبد الحميد توفيق مقاله واشنطن والناتو وحسابات موسكو. وقال توفيق إن لكلا الخيارين نتيجة واحدة وهي دفع موسكو إلى الحرب. وأضاف توفيق أن موسكو وضعت مطالب ثلاثة على طاولة الأطلسيين، أولها عدم التمدد شرقا والتخلي عن نشر أسلحة هجومية قرب حدودها، وإعادة البنية العسكرية للحلف في أوروبا لخطوط عام 1997. وتابع أن الرئيس الروسي يدرك أن خصومه يتصيدون مناطق رخوة في محيط بلاده، لذلك يعتبر أن أوكرانيا مجرد أداة بيد واشنطن لكبح تطور روسيا. وأوضح أن إدارة بايدن ألقت معظم أوراقها الخلافية مع موسكو على طاولة التجاذب والمناكفة لتفسح المجال أمام الكرملين ليلتقط الإشارة. وقال توفيق إن الجانبين الناتو وواشنطن وروسيا مارسا سياسة حافة الهاوية بانضباط حتى الآن، شابها توازن درءا لمنزلقات لا تحمد عقباها. ولفت إلى أن الطرفين لم يغلقا أبواب الحوار، لكن موسكو رفعت درجة المقايضة على مسائل تتعلق بأمنها القومي باقتراب الناتو من حدائقها الخلفية. وأشار توفيق إلى أن واشنطن قابلت المطالب الروسية بانفتاح ملحوظ وخصصت مسارات تفاوضية لها. وقال توفيق إن فشل محادثات المسارين المنفصلين الأمريكي الروسي الأطلسي الروسي لم يكن مفاجئا. وأوضح أن إدارة بايدن تسعى إلى دفع الروس لحفرة ينهمكون فيها وتستغرقهم تحت هواجس القلق من مشاريع الناتو، مع إبقاء منسوب التوتر على درجة عالية حيث يفقد الروس الإحساس بالطمأنينة. واختتم الكاتب عبد الحميد توفيق بأن بوتين بنى تصوراته على حاجة الطرف الآخر إلى التهدئة علّه يتمكن من انتزاع تنازلات بشأن قضايا استراتيجية سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.